اللي حتشوفوه اليوم هو عرض أزياء مبني على مسابقة نظمتها مؤسسة عبد المحسن القطان وقامت عليها بإشراف مصمم الأزياء العالمي والفلسطيني رامي قشوع. بدأت المسابقة ببداية شهر أكتوبر واستمرت على طول الشهر، وعلى مدى 6 تحديات تناولت موضوع إعادة التدوير في الأزياء، أنتجوا 30 قطعة هم اللي حنشوفهم اليوم في العرض. هلا ضروري نعرف انه مشروع مدور هو مشروع كبير بتكرر كل سنه، وكل مره بتناول فكره اعاده التدوير بطريقه مختلفه، والسنه فقط كان عن تصميم الازياء. ال6 تحديات كانوا كل مره بنغير المواد اللي بتعاملوا معها، وبنغير كمان طبيعه التحدي والمنتج اللي احنا متوقعينه منهم. احد التحديات كان انهم يعبروا عن نفسهم كمصممين من ملابس مستعمله، فما كان عندهم حريه خيار الملابس واضطروا يخلقوا تصاميم حديثه من اللي بين ايديهم. أحد التصاميم أيضا كان من بقايا المصانع، بقايا مواقع البناء، فكانت مواد جدا غريبة بالنسبة لهم كمصممين، وأيضا كان التحدي كيف يطلعوا فيها بإشي حديث ومبتكر. أنا حسان عمر، أول شيء من جنين، مصمم أزياء، درست في الجامعة بحضوري، ما كان لي مشاركات بأي شيء من قبل. أنا من سنة متخرج وبشتغل، عندي ورشة عمل خاصة بشتغل فيها عمل شخصي، يعني بطور حالي فيها لحالي. هاي كانت الشرارة الأولى زي ما نحكيها، والدرجة الأولى تفتح أبواب كتير، يعني هي بالآخر بلش إن اسم هون، بلش الناس تعرف إنه في ديزاينرية من فلسطين وفين لهم شغل حلو، وإن شاء الله نتمنى التوفيق يعني بالآخر. من 5 فاينالست، وهي مسابقة ضمن مشروع ثقافي، فمش المهم مين رح يفوز، رح يكون في فائز أكيد، والفائز حيكمل معنا في فرصة إنه ينتج المجموعة الخاصة فيه من التصاميم من هون لشهر 6، لأنه بشهر 6 عندنا كمان عرض أزياء رح يشمل الكوليكشن تاعت الفائز بالإضافة لمجموعة التصاميم اللي انعملت خلال المسابقة. We'll be right back.